والأرجنتين وغيرها. نعم. النهاردة إتمار بن جفير يقتحم باحة المسجد الأقصى، كيف رأيت هذا المشهد؟ مشهد يتكرر، يعني هذا المشهد للأسف النهاردة بالذات النهاردة بالتأكيد هو رد على اعتراف الدول الثلاث. شوفي، الحكومة الإسرائيلية هذه تعرضت إلى ضربتين، مثل ما بنحكي بالبلدي، ضربتين في الرأس في نفس الوقت. الضربة الأولى المحكمة الجنائية، بالضبط، هو توصية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالنت. الضربة الثانية هي اعتراف إسبانيا و ايرلندا والنرويج، فحصل عندهم حاله يعني ذعر، وفي كل حته يعني في العالم ماشيين بيحاولوا اي حد من الاصدقاء بتوعهم يطلع يشجب القرارات دي. ايضا اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف جالنت الغاء سريان قانون فك الارتباط في المستوطنات، ده يعني ايه؟ هو عمل تمام، هو في عام 2004 عندما قرر شارون خطته لفك الارتباط أو حادي الجانب، هو في عقلنا الباطن أن فك الارتباط عن قطاع غزة، ولكن قرار أرائيل شارون فترة ما كان رئيس الوزراء لدولة الاحتلال كان فك الارتباط من قطاع عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وإخلاء مستوطنات قطاع غزة وإخلاء مستوطنات شمال الضفة الغربية اللي هي المنطقة جنين وطول كرم. كويس، هذه منطقة شمال الضفة الغربية كان فيها ثلاث مستوطنات، وفعلا في عام 2004 تم إخلاء مستوطنات الشمال الثلاثة وإخلاء مستوطنات قطاع غزة واللي هي نسميه بالانسحاب الإسرائيلي، وهذا كانت خطة شارون. لاحظي الآن جالنت وزير دفاع، وزير حرب عفوا دولة الاحتلال، يعيد الأمور ما قبل شارون. يعني شارون رغم كل تطرفه وكل عنجهيته الذي أخذ قرار بإخلاء مستوطنات الثلاثة في شمال الضفة الغربية، كويس، جالنت وحكومة نتنياهو تعيد، هذا يعني أنهم سيعيدوا بناء المستوطنات الثلاثة، وفي بؤرة رابعة أنشأها المستوطنين، بؤرة طبعا بين قوسين غير شرعية، لأن كل المستوطنات غير شرعية، لا توجد مستوطنة شرعية ومش شرعية، هم بيسموها غير شرعية لأنها مش ما هذه. يعني لاحظي قديش هذه الحكومة حكومة يمينية متطرفة، إلى أنه المستوطنين ببلطجوا بالكلمة، ببلطجوا على هذه الحكومة وبيبنوا بؤر ومساكن لهم بدون ترخيص من الحكومة. طبعا بعد سنة سنتين ثلاثة الحكومة هذه تعطيهم تراخيص، في حين أهل النقب سكان النقب وبئر السبع الأصليين لما بيجي بيبني بيت يمنع من بناء بيت له وبتم هدم بيته. نعم. هذه خطوة جالنت خطوة خطيرة بالمناسبة. لاحظي في تدمير في قطاع غزة، وفي عملية يعني إنهاء للكيانية الفلسطينية في قطاع غزة وللوجود الفلسطيني وكل مقومات الحياة في قطاع غزة، وفي نفس الوقت في الضفة الغربية، هذا مؤشر أن هذه الحكومة ذاهبة باتجاه زيادة الاستيطان وهجمة أكبر على الأرض الفلسطينية وزيادة عدد المستوطنات في الأرض الفلسطينية. هذا أيضا بيرجعنا للكذب اللي بتكذبها الولايات المتحدة وإدارة بايدن باتجاه حل الدولتين. لاحظي ما أقره جالنت اليوم لم يصدر عن الخارج، لم يصدر عن الإدارة الأمريكية أو أي من مؤسسات صناعة السياسة الخارجية الأمريكية أي شيء على الأقل يشجب قراره. ما هو شو معنى إعلان يعني إلغاء قرار فك الارتباط مع مع المنطقة الشمال الضفة؟ معناها بده يبدأ استيطان في شمال الضفة، المستوطنة اللي تم تدميرها سيعاد بنائها وتسمينها وتكبيرها وبناء مستوطنات أخرى. هذا كله يتناقض تماما مع الشعار، وهذا شعار وليس يعني، لأنه ما في إشي عملي من قبل الإدارة الأمريكية مع شعار حل الدولتين. هو كيف بتصير حل دولتين وفيش أرض فلسطينية أصلا؟ نعم. رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قال أنه مزاعم CNN خاطئة وخالية من أي معلومات أو حقائق، وأن أي محاولات للتشكيك والإساءة لدور وساطة مصر لن تؤدي إلى لمزيد من تعقيد الوضع في غزة والمنطقة برمتها، فمصر تستغرب محاولات بعض الأطراف الإساءة للجهود الهائلة التي بذلتها ولا تزال للتواصل
للتوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، فتوجيه الاتهامات للوسطاء يهدف إلى التهرب من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار، فالتهرب من وقف إطلاق النار يضمن مصالح سياسية شخصية لبعض الأطراف ومحاولاتها مواجهة أزمات داخلية تمر بها. فممارسة مصر لدور الوساطة جاء بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، وأنه ما يتم ترويجه من أكاذيب حول الدور المصري ليس سوى محاولة لعقاب مصر على مواقفها الثابتة تجاه الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وأن أي محاولات تشكيك في أدوار وساطة مصر قد تدفعها للانسحاب من دورها في الوساطة في الصراع الحالي. سريعا دكتور أيمن، كيف ترى الوساطة المصرية في ما يحدث الآن؟ هو يعني ما التقرير اللي صدر عن CNN وتحدثت انه ثلاث مصادر مطلعه انه مصر غيرت في اللحظات الاخيره نصوص معينه في المقترح. هو في عندي سؤال قبل ما ادخل في هذه التفاصيل، هو هل حكومه نتنياهو كانت جاهزه لتوقيع اتفاق؟ هل نتنياهو كان جاهز انه يروح باتفاق لتبادل اسرى؟ هذا كله جزء من المناوره، وهينا شايفين النتائج او المناوره، انه هيو في رفح يتقدم كل يوم رغم انه الموقف الامريكي بيقول له لا رفح لا، هناك طرق اخرى لمعالجه رفح بغير الهجوم عليها. هو سامع من احد نتنياهو هل هو جاهز لوقف الحرب؟ في نقطة مهمة يجب ألا تغيب عن أذهاننا في موضوع نتنياهو، وقف الحرب يعني نهاية نتنياهو، يعني نتنياهو ذاهب إلى السجن، هذا على حسب قضايا الفساد الثلاثة الخاصة فيه بالمحاكم الإسرائيلية، أجت قضية جديدة يعني جعلته في وضع أصعب وهو موضوع المحكمة الجنائية الدولية. فنتنياهو لن يوقف حربا، نتنياهو حتى لو اجتاح رفح واحتل رفح راح يخرج غدا بعد رفح، حيخرج بقصة جديدة على غرار جباليا. طب هو جباليا احتلوا الشمال وأخذوا الشمال واعتبروا حالهم انتصروا، وتصريحاتهم كانت تتحدث أنه تم تصفية حماس والمقاومة في غزة، مظبوط؟ طب لماذا عاد إلى جبال؟ بعد ذلك حيعود إلى منطقة أخرى. نتنياهو يعني استمرارية حياته السياسية مرتبطة باستمرارية الحرب. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن شاهين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، كنت ضيف عزيز عندنا لك. في مصر جديدة، وأنت ضيف عزيز عندنا في مصر. الله يخليك. وجه عام. شكرا جزيلا. أشكركم. شكرا جزيلا. إن شاء الله أشوفكم يوم الأحد في مصر جديدة.